يوم الأرض الفلسطينية الذي تحل ذكراها اليوم سمي بهذا الاسم تعبيرا وتأكيدا عن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الوطنية بعدما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدمات من الأراضي السكنية الفلسطينية وعمت على إثرها الاضطرابات الإضرابات والمظاهرات من مناطق الجليل إلى مناطق النقب واندلعت مواجهات أدت إلى استشهاد واعتقال عشرات الفلسطينيين. 4 عقود وسنتان مضت على استيلاء سلطات الاحتلال على نحو 5000 فدان من أراضي الفلسطينيين الواقع داخل حدود عام 48 من أجل إقامة مزيد من المستوطنات. في ذلك اليوم عم الإضراب العام والمسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات. شمل الإضراب مدنا فلسطينية وقرى الجليل ومنطقة المثلث التي تضم أكبر 3 مدن فلسطينية. حاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة ما أدى إلى صدامات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية كان أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنة. ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لأن يكون يوم الأرض يوم العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون ويوما للوحدة الوطنية تحت راية البرنامج الكفاحي برنامج المقاومة والانتفاضة وتدويل القضية والحقوق الوطنية في محافل الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية. تحيي مدينة عرابة في الجليل ذكرى يوم الأرض بمسيرة بعنوان من أجل البقاء والصمود في الوطن الذي لا وطن لنا سواه. وتبدأ المسيرات بزيارة مقابر شهداء يوم الأرض ومع مرور 42 عاما على ذكرى يوم الأرض يستمر التنديد الفلسطيني والعربي بهذه الذكرى من كل عام تذكرة للعالم أجمع باستيلاء تل أبيب على أراضي الفلسطينيين بغير حق.